طبيب باكستاني متزوج من 3 زوجات يستقبل مولوده 60 ويستعد للزواج للمرة الرابعة لإنجاب المزيد. في واقعة غريبة من نوعها شغلت المواقع الإخبارية الباكستانية الفترة الماضية. أوضح طبيب باكستاني يبلغ من العمر 52 عام في باكستان أنه استقبل طفله 60 وادعى أنه يريد إنجاب المزيد من الأطفال من زوجاته 3. الطبيب الباكستاني الذي يدير عيادته الخاصة في المدينة لديه 3 زوجات ورحب للتو بطفله رقم 60 وهو ولد اسمه خوشال. ولم يكتفي بذلك بل قال أنه يريد أن يتزوج زوجة جديدة ويستمر في إنجاب الأطفال. وأعرب الطبيب منيته أن يكون لديه بنات أكثر من الأبناء وأن يضع عائلته بأكملها في نفس المنزل. ومن المثير للاهتمام أن هذا الطبيب احتل عناوين الأخبار العالمية في عام 2016 بعد وقت قصير من الترحيب بطفله 35. في ذلك الوقت أعلن عن خططه لإنجاب ما لا يقل عن 100 طفل، وبالاعتماد على معدله الحالي وخططه لجلب زوجة رابعة إلى الأسرة يبدو أن هدفه قابل للتحقيق قريبا. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحية أسس الثقافة ومعلومة. تابعونا.